عليكم، صباح الخير، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير الحمد لله. مرحبا بكم والف الف مرحبا، مرحبا بالناس الجداد والناس القدام. تنشكركم بزاف 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 على التفاؤل ديالكم والتشجيع ديالكم والدعاء ديالكم. الله يفرحكم والله يسخر لكم والله ينور لكم الطريق ديالكم والله يعاونكم ويفرحكم في هذه العواشر يا ربي. وكل واحد اللي عنده شي امنيه يا ربي تحققها لي يا ربي. والله يدخلنا هذه العواشر مبارك ومسعوده، والله يفرحنا وليداتنا، والله يحفظهم وينجيهم، اللهم امين يا ربي العالمين. راكم عزاز في القلب. دابا غنبداو صافي نخملوا الصالون ديالنا، ومن بعد غادي ندور بالدار نجمعها ونحيد عليا كل شيء. بغيت نشارك معكم هاد الديكورات، هذا ولادي اللي داروهم هانتوما تبارك الله، هما اللي كتبوا رمضان مبارك. هانتوما راه ولدي وخوتو هما داروهم تبارك الله. هادو الديكورات ديال رمضان، ديما تيديروا الديكورات ديال رمضان. هاد المره ما داروش لا قبل ما عندهم امتحان بزاف، داروا غير شويه. وهذا داروه هانتوما صابوا بوحدهم، وهذا يلا انا طيحت لهم دابا السقوف، طيحت لهم هاد جوج، جيت نوريكم تاع ما كاين حتى مشكل. وهنايا ديال رمضان مبارك غادي نحطها، غادي نلصقها وتشوفوها. هادو ولادي اللي دايرينهم قبل ما ندير شي حاجه، خليهم بحال هكا. ولادي دايرين هاد الديكورات زعما داروهم رمضان. صافي بغيت نشارك معكم ولادي اش داروا، لكن شوفوا تبارك الله هنايا، شوفوا هانتم هما اللي كاتبين رمضان مبارك، هما اللي رسموا هذا. هذا راه راسمين، وهذا تبارك الله انا ولادي راه الرسامه ما نقولش لكم. يلا بقاو معايا، انا هنا غدا نبدا نخمم الصالون ديالي. غنبدا بالمخاد، غنخويهم بعدا نحيد لهم المخاد ديالهم الغشه. وراجي حدايا تيتفرج ومعاوني حتى هو تيخوي معايا، راه تيقتلني بالضحك. وصافي هنايا راجلي وولدي بداو تيحيدوا لي الخوامي، ورحنا معاونين انا وراجلي وولادي وبنتي. يعني كنا دايرين زعما تنوجدوا رمضان، ماشي زعما باركين. وهنا راه تيمسحوا هو وولدي، واحد يمسح من الفوق وواحد يمسح من تحت. راه قتلوني بالضحك، انا غير تنصور تنضحك، ما بغاوش يتصوروا ليا مع لابسين غير نسكم وداكشي. علاش هانتوما هذا شريتو بخمسة دولار، بألف ريال كانوا بربع آلاف ريال، وداروهم بألفين ربع آلاف ريال. عشرين دولار، من عشرين دولار داروها بخمسة دولار. هانتي غير الوحدة غير البياسة، أنا شريت ثلاثة. هانتوما هادي عشرين دولار الوحدة، ربع آلاف ريال غير الوحدة هانتوما، ولكن داروها في التخفيضات لقيتهم بألف ريال وشريتهم. ها وعجبوني انا بحال هكا، كاينين طوال وكاينين قصار، انا بغيت هادو الصيف بحال هكا زوينين. انا ولدي هنايا راه تيدير الفاكيوم تيشطب، وانا واحد الحاجه تنعلم ولادي، تعلمو كلشي يديرو واخا رجاله واخا هكاك، تيتعلمو كلشي لان ضروري في الغربه يتعلمو كلشي. زعما ماشي حتى حاجه راه ما عيب، حتى حاجه. الحاجه اللي عيب هي انك ما تتعرف حتى حاجه، ديك هي اللي عيب. وصافي هنايا بديت انا كنت نقول لكم انا تندير حاجه بحاجه، يعني تنصب جهه بجهه. انا تيشطب ومن بعد غادي يغسل الحيط. حنا انا ما وريتكمش كلشي، ما نكذبش عليكم، راه غدا معكم غير بشويه بشويه على قبل. انا ما باغيش زعما نطول الفيديو، ما كاينش اللي تيتفرج فيه، ما كاين حتى حاجه. داكشي علاش ما تنطولش عليكم الفيديو، تندير داكشي على قد الحال، يعني ما كاينش اللي تيتفرج وصافي، داكشي علاش. وهنا تنوريكم زعما كيجاو خوامي، وخا ما تضحكوش على داكشي اللي في الشرجم، اخليوها دوك ولادي اللي دايرين. وهاد السداري هذا راه عنده المخاد ديالو، غير انا حيدتهم لي لان دابا راه الصهد وتنحل الشراجم وخاص يدخل شويه الهواء، داكشي علاش حيدتهم طلعتهم الفوق، راه عندي المخاد ديالهم. صافي هذا هي الشكل النهائي، شتو كيجاو الطلامط والمخدات، جاو زوينين، اللهم لك الحمد. العمش ولا العمى، انا هادو وليداتي اللي صوبوهم، راه قتلوني بالضحك. كل واحد صوب حرف 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 حتى كملوا الحروف كلهم. تبارك الله عليهم، الله يحفظ لكم وليداتكم تاتوما يا ربي. وصافي انا تشوفوا انا تشارك معكم داكشي عادي، انا بنت الشاب وما عندي زعما داكشي بزاف، وحامده وشاكره اللهم اللهم لك الحمد. شتي ملي ما تيدقش عليك شي واحد يقولك راك عندك الكريدي، ولا راني نتسالك، ولا يقول فيك شي حاجه خايبه، هذيك الدنيا ما فيها. اللهم لك الحمد. ساد دابا بداري وتنشوف ونسكت. صافي هنا راه ساليت كلشي، غير تنصوب داكشي المخدات ونقاد يعني. وصافي غدا نشطب هنايا، صافي راه سالينا كلشي. انا ماشي بوحدي الصراحه، ولادي وراجلي الله يحفظهم ليا، الله يحفظ لكم وليداتكم ورجالتكم، يعني هما اللي عاونوني مزيان. وانا بغيت ديما نخليهم يديروا الحاجه باش يتعلموا، واخا راجلي واخا ولادي، باش واحد اللهم يدير شتي الواحد الا خدم، احسن من اللي يبقى يشوف فيك وتولوا مخاسمين
اللهم كله يدير حاجه باش يتعاونوا وما كاين لا صداع لا مشاكل. صافي هكا سالينا انا ولدي غادي ندخلوا للطابله وصافي. هنا راشي ماشي الربعه ولا ما نعرف اشنو، غادي نمشي نطيب دابا الغداء وعشاء باش الله يوجد ليهم عشي ستة ولا هادي بها مع كلشي غادي يقتشروا، باغين يحسنوا باغين يعوموا وتا انايا وصافي. يعني كلشي خصنا نوجدوا للسحور ديالنا، واخا ما دايرين السحور والو راه كل واش باغي ياكل ركت لهم اللي بغيتو كاع الغدا الفطور دير فطور زوين وديك الساعه نسحروا مزيان. عييت فيهم طيب لكم السحور ما بغاوش، قلت لا ما بغيناش ناكلوا بزاف وخليتهم على خاطرهم. هنا هادي شريت هاد الطابله ب24000 ريال، فن ديال الطابله ديال التلفازه طويله وغزاله وبالكابيطات ديالها فنين كبار كابيطات. صافي هاد السداري تا هو دايره غير هنايا الدراري، يعني هادو هما السدادر. وهنايا هنا فاش ملي تدخلوا الدراري من الباب تيحطوا هنا حاشاكم صبابطهم، بغيت نشاركها معكم وصافي. يعني شاركت معكم الدار، حكيت الحمام، جففت، درت كل شيء الحمد لله، كل شيء درته ساليته. دابا غادا نمشي للكوزينه نطيب اي اول حاجه وصافي. هنا تنوريكم زعما الديكورات ديال رمضان، ولادي صوبوهم لصقوهم تماكين والحمد لله. شتو بنتي اش دايره، انا مخليهم على خاطرهم، خليهم اختي ولادي يديروا اللي بغاو حتى يكبروا ان شاء الله. وديك الساعه الواحد راه ما يفرش وراه ما يقاد، واخا ما عرفتش شنو، خليهم يتبرعوا في دارهم، خليو ولادكم يتبرعوا، خليهم يديروا اللي بغاو، ياك دارهم علاش تسناو حتى يجي شي واحد وعاش. خلي من ولادكم يديروا اللي بغاو، اللي بغاكم بحال هكا مرحبا، واللي ما بغاكش ما عمرهم يجي عندك. قولي بسلامه، ولادي هما الاولين، خليهم يتبرعوا في ديورهم. راه ملي يمشيو ديورهم هذيك الساعه تقولي يا ربي غنشوف وليداتك، خليهم اختي يتبرعوا في دار والديهم وصافي. يعني انا تنهضر معكم عادي، تقبلوني كيف ما انا، اختكم كيف ما انا وصافي. يعني انا تنوريكم القرانيات اللي عندي وشوفوا التصاور، راجلي ولادي دايرين ليا ما عرفتش شنو في هاد الدار، ولكن الدنيا هانيه خليهم. كي قلت مرحبا ما كاين حتى مشكل، انا راه دايره فيلم هندي وموسيقى باش نشقى ونتصنط زعما كلشي. راه شي غدا رمضان ديري شي حاجه قلت انسالي، راه غدا رمضان راه ما ندير في القران. انا راه داري كلها ايات وكلها زعما الحمد لله، ولكن الله يجيب الله يجيب، ما بنبقى نهضروا بزاف. انا هنا غد خدرت اللحم، درت الزيت واللحم وغنزيد الاتشار مسلة، وجات هنا الثومه وسكين جبير طحونين والمطيشه، وغنزيد الماء، ما درت لا بصله لا والو. الماكله ديال الزربه تجي واعره، عرفتي الماكله ديال الزربه هي اللي تجي واعره الصراحه. صافي وغنزيد عليها الماء وغدا نسد الكوكوط وغنخليها طيب على خاطرها. صافي تجي اكله واعره حاره وبنينه وزوينه، ما نقولش لكم. ولكن الكاميرا ما كثرش بزاف، راه غير الكاميرا هي اللي بينات بزاف. صافي هنايا خديت الزيت ودرت فيها البصله والفلفله الحمراء داكشي اللي عارفين نتومايا، وغنخليهم يتقلاو شويه ورجع لهم دير لهم اتشار مسلة. غنزيد المطيشه هذا ديال السلاوي، عندهم واحد السلاوي غادي نديرو هنايا عندنا، وها نتوما قطعتو بحال هكا وصافي. غادي نزيد، ما غنزيد فيه الماء لا والو، ما نزيد فيه لا ثومه لا حتى شي حاجه، غير مطيشه الحك واتشر مسلة، وما غنزيد فيه لا ما لا والو، غنغطيه بحال هكا ونخليه يطيب على خاطرو مما نغسل الماء ديالي وصافي. صافي هنا نبدا نغسل الماينات ديالي. شوفوا انا بغيت غير ندوز معكم هذا النهار الليله قبل رمضان، وان شاء الله مقلل الفيديو الاخر غنوريكم اشنو غادي ندير الفطور ديالي وهذا. وقبلوا عليا وصافي، ومبروك عليكم من رمضان ومبروك عليكم العواش، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. سمحوا لي بزاف وانا عارفاكم تتقبلوا على كل حاجه، الله يجعلها في ميزان حسناتكم والله يتقبلها منكم في هذه العواشر يا ربي. زعما الله يسخر لكم ويسهل لكم، زعما اسمحوا لي وقبلوا لي على الفيديوهات ديالي والله يجازيكم بالخير وصافي. يعني راه ما تنبغيش نطول، عرفتي بعض المرات يجي الفيديو حتى 40-45 دقيقه وتنبقى نقص نقول راه حتى واحد ما غادي يتفرج. صافي داكشي علاش ما تنبغيش نطول، تنحيد كلشي تنخليها شي حاجه، ما تنخليش داكشي بزاف. قبلوا عليا وسمحوا لي والله يجازيكم بالخير وصافي. دابا الماكله راه تطيب، غنسالي الماعن وغنضربها بواحد الجفيفه وصافي. انا وملي غناكل وصافي ونمشيو نضربوها بواحد تحمحيمه ونوجدوا السحور ديالنا، ما نعرف اش غادي نديروا فيه، وما نعرف غنتلاقاو في السحور ولا لا، نشوف واشنو غادي يكون.
ولكن ضروري غنتلاقوه في الفيديو ديال الفطور اش غادي نوجدوا فيه ان شاء الله يا ربي. والله يدخلنا مبارك ومسعود، والله يسخر لينا ويا ربي تقبل منا الصيام ديالنا والصلاه ديالنا وقراءه القران وقيام الليل يا رب. صافي قبلوا على اختكم وسمحوا ليها، راكم عزاز وفي القلب. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الماكله ديالنا السلاوي واللحم. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. خدا حفيظ، في امان الله.